الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وردت رسالة يتداولها الناس، قال الله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، ثم ذكروا بعض فوائد الزنجبيل، فهل هذه الآية هي التي يقصد بها الزنجبيل الموجود عندنا الآن؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات والكيفيات، والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الاتفاق في الاسم الكلي العام المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن الإضافة تختلف باختلاف من أضيفت إليه، أن الصفة تختلف باختلاف من أضيفت إليه، والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء. وأظن السائل عرف الجواب بهذه الأصول والقواعد المتفق عليها في مذهب أهل السنة والجماعة، رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم، فإن الله عز وجل قد سمى نعيم الجنة بأسماء نعيم الدنيا، ولكن ليست الكيفيات كالكيفيات، ولا اللذة كاللذة، ولا الحلاوة كالحلاوة، ولا الكيفية كالكيفية، وإنما هو اتفاق في مجرد الاسم فقط. وأما في الكيفيات والصفات فإن الله عز وجل قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنعيم الجنة تتفق أسماؤه مع أسماء نعيم الدنيا، ففي الجنة لبن وفي الدنيا لبن، ولكن الكيفية تختلف اختلافا جذريا، وفي الجنة أنهار وفي الدنيا أنهار، وفي الجنة نخل وفي الدنيا نخل، وفي الجنة ثمار وفي الدنيا ثمار، وفي الجنة زنجبيل ورمان وفاكهة وفي الدنيا كذلك، إلا أن الاتفاق بين هذا وهذا لا يعدو أن يكون اتفاقا في مجرد الأسماء فقط. وأما الحقائق والكيفيات واللذة والحلاوة فإنه لا يعلم مقدار عظمها إلا من خلق هذا النعيم العظيم. فنحن علمنا أن مما أخفاه الله عز وجل لنا في الجنة زنجبيلا، ولكن كيفية هذا الزنجبيل لا يعلمها أحد، وإنما يعلمها أهل الجنة بعد دخولهم للجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فما كتب في هذه الرسالة لا جرم أنه مبني على أن زنجبيل الجنة فوائده كفوائد زنجبيل الدنيا، وهذا خطأ عظيم فادح لا بد من تصحيح الاعتقاد فيه. فإن كان صاحب الرسالة معروفا فالواجب عليكم أن تبينوا له خطأه العقدي في هذه المسألة. فزنجبيل الدنيا له فوائد كثيرة قد استنبطها الأطباء، ولكن زنجبيل الجنة يختلف عن زنجبيل الدنيا باعتبار صفته وهيئته وكيفيته وكنهه. فاحفظوا هذه القاعدة وفقكم الله، أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء، والله أعلم.